السلام عليكم. اليوم الثامن بي من شوال سوف نقرأ إن شاء الله سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الرحمن. علم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر. والنجم والشجر. 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 موس وش والشجر الشجر والشجر أيوة يسجدان يسجدان. والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفع بلشنا تأخير. رفعها ووضع الميزان. رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ركز على الكلمة، أنا بقرأها هترفعها. وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط. ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان مارج من نار. وخلق جان مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يلا يا بكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بكر عادي منيح جلس على تشوي ربو شوي ربو شوي. فبأي يا أي أي. طيب يلا كمل نقطع السورة اللي بعدها. ربي ماشي. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. أبوك الإجابة بسرعة تكون نجمي. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغيان. لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. ركز على النون. ليش في لؤلؤ على هذه الصورة وعلى هذه الصورة؟ في مأسرة. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. ركز على النون. والمرجان. والمرجان. حمد عنون. لؤلؤ. انت اللي خلصنا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله المنشآت فبأي آلاء ربكما. خلصنا الأخرى هاي. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار محمد خرمه. المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بكر أخطأنا هيك؟ عيد يفرع الناس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليتا أكيد؟ إيه سن يسأله من في السماوات والأرض. لا خطأ. يسأله من في السماوات والأرض. يسأله كل ساعة بنضيع أنت وياه. مرتك بدي علي قهوة أنت وياه عودني. علي بالقهوة أنت وياه يعني المطعم. عيب هذا القرآن. يسأله ما في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها الثقلان. محمد اسمع قلدني بابا. شو جابك أنا؟ قل التمرن. سنفرغ لكم أيها الثقلان. يلا حمد يلا. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس. ركز على كلمة يا معشر، لأنه الياء والألف خنجرية. شفتها؟ وين أبو أحمد؟ يا معشر الجن والإنس. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون. بعد. لا تنفذون.
إلا بسلطان. أيوة ركز على النون بالأخيرة، بسلطان. هي في الفندرية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أبكر المرة اللي يعود على جلسة أنت وياه ما تشوف قاعدين بتلبسوا يا جماعة مرتكين مثل عم ياكل يشرب مثل عم يقعد مع الأرياف. شوفي هيك لا أجسمي أركبك شو جبري علم أنا مثلا جلسة صار علم؟ ما أنا من جاوني جراي أسر بس خلص تريح هو العشر دقايق ماشي بس تقعد تنام يلا يلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يرسل عليكما عليكما اثنين يعني شواظ شواظ أما طلعي شواظ شواظ ونحاس فلا تنتصران فلا تنتصران فلا تنتصران رأيك إن حالك بكر وين 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 أي أي شو ظو شو واظن أبو أحمد قرأنا شو بس عشان أركز علينا كلمة غريبة شوي شواظن 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 جيد يلا كمل بس أنا أركز كلمات غريبة عشان بس خلق شيء لحالك فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا بكر هاي يلا يرسلون فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الآية 33 فبأي آلاء ربكما تكذبان جيد ماشي تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان بعدين نحكي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ طلع علي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل سورة الرحمن وهيك بكر؟ يا أنا حبيت فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام بالنواصي هاي ناصية هاي اسمها ناصية وانت عندك ناصية وهي ناصية كتير كتير نواصي مجموع ناصية شو؟ نواصي صية والأقدام فبأي وقفوا لا ما وقفوا وشوي شوي نريح شوي أجري عمي جعون جريح طب مدني أمر الله مدني الله بس ركز إيه يلا فبأي بس هاي بعدين ربكما تكذبان سبعة محمد يلا فبأي بعدين نرجع نعيدها شوف حسب الهمة إذا في همة ونعيدها ما في همة وخليها بعدين يلا فبأي نعيدها بعد أم إن شاء الله إن شاء الله شوف سبحان الله يلا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المجرمون يطوفون بينها يطوفون بينها يطوفون بينها وبين حميم آن طل علي تويا يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها
وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان في كثير ذواتا ذواتا أفنان ذواتا أفنان ذواتا ما هو ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان شو عينان يعني عينان لا أدري شو اسمه نبات مي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش على فرش بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وجنى الجنتين دان ربكما تكذبان كمل ابوك مستعجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف وين ابوك قاصرات الطرف فيهن وين الألف تبع قاصرات الطرف هاي الفنجريه ابيب قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان لم يطمثهن هاي الهن تبع النساء بعد قلناها مو بيتهن أسكنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان وصرنا محمد جنة
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أجي يا محمد لحالك أنت مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان نضاختان العين شو احنا العين النبعة شو نضاختان يعني عم تكب بقوة هيك نضخ أبي ليش انت بتشبي عما انت عم تصلي تقع عما بعدين تسجد ما بتكملها ليش لأنه مش ما طول على أمك وعلى ستك وتعبانين وراي عرفت ليش إذا أقرأ كامل أنا قاعد على الكرسي ما بيأثر عليك بقرأ كامل بيتعب وراي بعدين بقرأ كامل بدك أنا أكملها بدك أنا أكملها بعدين بس هي ترجع توقف ترجع تعيدها كملها ليش بتكملها ترجع كملها تكميل مش ما يعني بنقص الصورة نصين مش ما تعب أمك وراي ستك يلا فيهما عينان نضاختان شو نضاختان يعني فيهما عينان نضاختان شو نضاختان أبو بكر يعني خلوا أفهم تكلم شوي أبو بكر يعني بقوة طلع يعني بتضخ مي بقوة شفت اللي يكون نبعة مي بس وين احنا في مكان مي قوي شفت مكان قوي مي وينك في نافورة عم تكب لفوق هيك وين حير مكان رحت على شو مكان ايه انا بعرف وين رحنا تذكر لما رحنا على البارك تبعت العصافير ايه هيك بالبحر نص البحر لما بكر محل ما اكل له لفاف في العصفور ايه في نبعه على النافور عندكم تنضخ ايوه يعني ايش من هو اللي حيطيك ايه وعم يلعبوا الاولاد هاي اسمها نضاختان نضاختان شو ليش يعني عم يكبوا مي ليش ليش في اثنين هيك عم يكبوا على بعض الميات هيك لعبه هي يلا فيهما عينان نضاختان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان ايه عم يقراني ايوه بكر ناس خلص يا بكر فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام وقف شوي هاي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا هاي تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم عليك يا أبو بكر لكن صح فكرت نعسان يلا فبأي آلاء نعسان جيدة لا مو نعسان بس تعبانين جري يلا حور مقصورات في الخيام نتهي بجري أنا نتهي بجري عمزيحون عمزيحوني يلا بكر حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان يلا اقرا هيك من حالك يلا اقرا اهم شوي طلعت معانا لم لم يطمثهن يا عين عليك إن لم يطمثهن إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على
رف رافن خضرن. شو هذا متكئين؟ انت متكئين كده اخوك متكئين هيك في الجنة متكئين قاعدين هيك مكيفين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. شلون الله بيعرف شو يعني عمل فوق بالجنة بس ينطلع. إن الله بكل شيء عليم، الله يعلم كل شيء. حتى بالجنة شو رح نعمل؟ بيعرف يعني نقول كلام بسيط الدنيا؟ ايه بيعرف انه راح يسامحك بعدين اذا ظلت مسلم. يلا ماشي. وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك انا بقولها انا بعرفها. ابي ليش فيك كثير تبارك ذو الجلال ربك ذو الجلال والاكرام. ابي ربك ليش في عندنا ذي هون هون ابي ذو ابي هون ذو اخر واحده ذي. ليش في تبارك وتبارك على هذيك الصوره وتبارك على هذيك الصغيره تبارك تبارك الله تبارك الذي يونيك وتبارك الذي أم عليك الصورة وتبارك هون في كمان سورة الأعراف. تبارك الله رب العالمين. يا وقف الكاميرا شو نرجع نعيد.